السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان بالإضافة كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة حصرية التقديم والقبول فيها عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، يعني حضرتك ممكن تستعين بالفيديوهات اللي إحنا بنعرضها وتعرف منها التفاصيل وطريقة التقديم، أو إحنا ممكن نساعدك في التقديم للمنحة اللي أنت عايزها. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا بقى نبدأ على بركة الله ونتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة، وهي فرصة ممتازة جدا متاحة لمعظم المراحل الدراسية، كمان ما فيهاش شرط العمر. هي فرصة تدريب دراسي في تايوان. الدولة هي تايوان، تمام؟ دولة تايوان طبعا هي دولة موجودة في آسيا قريبة من إندونيسيا واليابان والدول دي، تمام؟ ودولة ممتازة جدا ودولة برضو من الدول القوية، والتعليم فيها تعليم ممتاز وعلى أعلى مستوى. الجهة المانحة اللي بتقدم الفرصة دي، تمام، اللي هي بتقدم فرصة تدريب، اسمها أكاديميا سينيكا، تمام، دي مؤسسة موجودة هناك، مؤسسة علمية. الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، أي دولة تقدر تقدم في الفرصة دي، سواء أنت من مصر، من المغرب، من أوروبا، من آسيا، من أفريقيا، أي دولة متاح ليها التقديم. مدة التدريب ده مدته من شهرين إلى 3 أشهر، يعني حضرتك بتختار، ممكن تقعد شهرين، ممكن 3 شهور، على حسب ما أنت عايز. بالإضافة كمان إن التدريب ده متاح من 1 مايو حتى 31 أغسطس، يعني في خلال الفترة دي من 31 مايو لحد 31 أغسطس أنت متاح ليك تختار الوقت، زي ما هنشوف في الأبليكيشن فيما بعد هتلاقي إن متاح ليك إنك تختار عايز تبدأ من تاريخ 1 مايو، من تاريخ 10 مايو، من تاريخ 15 مايو، يعني هيديك شوية توريخ وأنت تختار الميعاد المناسب ليك. التمويل بقى، التمويل بصراحة بتاعها ممتاز جدا. هتاخد $1000 مرتب شهري، تمام، كل شهر على حسب ما انت هتقعد شهرين او 3، كل شهر ليك $1000 هتاخدهم، تمام، عشان يساعدوك مثلا في الطعام، في الحاجات اللي زي كده، وكمان انت كمان ممكن تدخر منهم، يعني حاجة ممتازة جدا. في تذاكر طيران هتكون ممولة ولكن بتكلفة $500 فقط، يعني حضرتك مثلا لو هتسافر من مصر لتايوان والطيارة بتتكلف $700، فالمنحة هتدفع لك $500 وال$200 الباقيين هيكون عليك. في دول مثلا ممكن تكلفة الطيران ليها أقل من $500 أو أكتر من $500، يعني هم بيعطوك بس التكلفة $500 ولو زيادة أنت بتكمل من عندك الباقة. كمان هيساعدوك في السكن، في مساعدة هتكون في السكن، سكن ممتاز جدا. كمان تدريب في تخصصات كتيرة جدا على أعلى مستوى، هيكون في تخصصات كتيرة جدا تقدر إنك تختار منها التخصص المناسب اللي أنت عايز تتدرب فيه. كمان هيكون في زيارة لمدن تايوان وطبعا خروجات، ويعني هتكون حاجة ممتازة جدا، مش هيكون كله فقط دراسة. ده بالنسبة للتمويل. طيب التخصصات هيتم ذكرها فيما بعد على الموقع الرسمي، هنتكلم عليه بعد شويه، وكمان هنوضح ايه هي التخصصات، فاحنا مش هنتكلم عليها دلوقتي. شروط المنحه بقى، عشان تقدم للمنحه دي لازم يتوفر فيك ايه؟ اول حاجه لازم تكون طالب بكالوريوس، تمام، والطلاب اللي في السنه الاخيره او في السنه الثالثه، يعني في السنه الثالثه من درجه البكالوريوس يقدروا يقدموا، تمام؟ يعني في منح بتقول لك مثلا لو انت في السنه الاخيره من درجه البكالوريوس غير متاح لك التقديم، وانما المنحه دي لطلبه البكالوريوس وكمان للناس اللي في السنه الاخيره، كمان متاحه لطلاب الماجستير، الناس اللي بيدرسوا دلوقتي ماستر برضه متاحه ليهم، كمان متاحه للخريجين، الناس اللي ما بتدرسش دلوقتي وخلصت بكالوريوس او خلصت ماستر او بتشتغل متاح برضه ليهم التقديم. كمان ما فيش شرط للعمر، يعني مش حاطط مينيمم للعمر ولا ماكسيمم للعمر، مفتوح العمر فيها. بالاضافه بقى كمان لازم تركز في النقطه دي، ليست متاحه لطلاب الدكتوراه الذين يدرسون حاليا، يعني لو حضرتك دلوقتي بتدرس دكتوراه المنحه دي مش متاحه ليك، متاحه فقط
للي احنا قلنا عليهم هنا فوق، انما دكتوراه غير متاح لي. ولكن لو انت معاك يعني معاك درجه الدكتوراه ممكن تقدم، ولكن لو حاليا بتدرس ما ينفعش. تمام. الاوراق المطلوبه للتقديم بقى عشان تقدم في الفرصه دي، انت محتاج ايه؟ صوره شخصيه ليك، ودي حاجه بسيطه جدا، كشف درجات لاخر مرحله دراسيه انت حضرتها، بتجيب كشف كل المواد اللي انت درستها ودرجه كل ماده. في مقالات جوه الابلكيشن اللي هنتكلم عليه بعد شويه، مقالات اسمها مقالات النيه والسيره الذاتيه اللي هو السي في بتاعك، هتكتب بياناتك في المقالات دي. مطلوب 2 خطابات توصيه على الاقل، خطابات هتكون بشكل اونلاين، وطبعا اتكلمنا عن خطابات التوصيه اونلاين كتير جدا وعرفنا بتتعمل ازاي. كيفيه التقديم بقى، عشان تقدم للمنحه دي في ابلكيشن اونلاين هتملاه. تمام. اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 29 فبراير 2020، يعني لسه قدامك نقول مثلا شهر، تكون مثلا لو في ورقه ناقصاك او اي معلومه ناقصاك تقدر انك تجمعها خلال الوقت ده. اعلان النتيجه بيقول لك في اول اسبوع من شهر ابريل، تمام، هيتم وضع قائمه المقبولين على موقع المنحه، يعني الموقع بتاع المنحه هيحطوا كده قائمه بالناس اللي اتقبلت، وحضرتك تخش تشوف اسمك من الناس دي، هل اتقبلت ولا اترفضت. تمام. وده هيكون في اول اسبوع من شهر ابريل. طيب، هنا الاعلان الرسمي ورابط التقديم انا حاططه لكم مع بعض، هتلاقي هنا موجود الاعلان الرسمي وكمان الرابط اللي انت تقدم عليه للمنحه. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي ورابط التقديم، هيظهر معانا بالشكل ده، ده الموقع الرسمي للمنحه. تمام. هتلاقي هنا حاطط لك بقى يعني عن القبول في المنحه وايه شروط القبول، الفاينانشال سبورت، التمويل بتاع المنحه، بيقول لك هيدفعوا 30,000 بعمله تايوان اللي هي بتعادل حوالي 1,000 دولار. تمام. وهيدفعوا طبعا اللي هي 15,000 بعمله تايوان اللي هي بتعادل 500 دولار، يعني كل التكاليف دي هتكون عليهم. وهنا طبعا تقدر تشوف البيانات دي. اما بالنسبه للبرامج بقى اللي كنا اتكلمنا عليها، فهي دي البرامج، دي التخصصات المتاحه اللي انت ممكن تعمل فيها تدريب، ممكن تختار اي تخصص من دول. تمام. حتى لو انت دراستك مش في نفس التخصص ممكن تقدر تختار تخصص اخر، ولكن على الاقل لازم يكون عندك خبره شويه فيه. يعني مثلا لو انت بتدرس هندسه وحابب تنضم لتخصص مثلا من التخصصات الطبيه، مثلا قسم تحاليل مثلا، فلازم على الاقل لو انت هتغير التخصص بتاعك وتنضم لتخصص متاح هنا تكون عندك خبره فيه حتى لو بنسبه بسيطه، عشان لما تخش للتدريب ده تكون متجاري شويه او مناسب شويه للتدريب ده. هتلاقي تخصصات كتير، كيميكال بيولوجي، هتلاقي نانو ساينس، سوشيال نتوركس، هتلاقي حاجات كتيره، بايودايفرسيتي، حاجات كتيره جدا. هنا تقدر تشوف بقى التخصص المناسب ليك وتختار. تمام. طيب دلوقتي شفنا الابلكيشن او الموقع الرسمي، تعالى بقى نخش على ابلكيشن التقديم للمنحه. هتلاقي هنا حاطط لك في نفس المكان في الجزء ده بيقول لك تعمل لوجن او كرييت اكونت. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش اي بيانات على الموقع بتاع المنحه، تعمل ايه؟ هتروح عند كلمه كرييت اكونت دي، تمام، عشان تسجل ابلكيشن جديد. طبعا هنا بيديك معلومات وبيانات، بيقول لك لازم تقرا الحاجات دي عشان دي مهمه، يعني تفاصيل عن البرنامج اكتر، فانت بتقول انك موافق على الاشياء اللي قراتها دي، بتعمل اجري. تمام. وهنا بقى مطلوب منك انك تكتب اسمك الاول، الاسم الثاني، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، تحط الايميل بتاعك والباسورد بتاعك، وتحط الباسورد مرة تانية تأكدوا يعني. تمام. طبعا لازم تهتم بالايميل والباسورد، لان الاثنين دول اللي على اساسهم هتعمل لوجن بيهم وتخش الابلكيشن بتاعك. طيب حضرتك كتبت البيانات دي بشكل صحيح، تضغط على كلمة سيف هنا. لما تضغط على كلمة سيف يبقى انت كده عملت كرييت اكونت على الابلكيشن بتاع المنحة. تعمل ايه؟ ترجع تاني، تمام، للجزء الخاص بتاع اللوجن هنا، وتحط اليوزر نيم اللي هو الايميل بتاعك، وتحط الباسورد اللي انت كنت كتبته، وبعدين تضغط على كلمه لوجن. تمام. لما تضغط على كلمه لوجن هيفتح معاك الابلكيشن بالشكل ده. دي بقى السكشنز اللي فيه اللي انت محتاج تملاها. تمام. اول سكشن عندنا انت محتاج تملاه هو البيرسونال انفورميشن، اللي هو ده الجزء ده، مطلوب منك اسمك، هم اصلا حاطين الاسم بتاعك لان دي البيانات اللي انت كنت كتبتها لما جيت تعمل اكونت. تختار جنسيتك هنا، تكتب رقم الباسبور بتاعك، وخلي بالك هنا ان الباسبور مطلوب لان هم طالبين الرقم، هم مش طالبين صوره لجواز السفر، ولكن هم طالبين رقم جواز السفر، فبالتالي لازم يكون معاك جواز سفر. هنا طالبين معلومات التواصل معاك، رقم تليفونك والايميل بتاعك. هنا معلومات التواصل مع شخص قريب منك او صديق، في حاله اذا هم تعذروا الاتصال بيك هنا ممكن يتواصلوا مع هذا الشخص. وهنا مطلوب انك ترفق صوره ليك، تعمل تشوز فايل من على الجهاز بتاعك وبتحط صوره شخصيه ليك فورمال. طيب خلصت السكشن ده، بتخش على السكشن اللي بعده اللي هو كيرنت ستاتوس اوف ابليكانت. بالنسبه للجزء ده بقى انت بتحط فيه هنا، بتعمل مثلا هل انت طالب ولا غير طالب، يعني انت لسه بتدرس ولا خلصت دراسه، بتختار حالتك من هنا.
بتختار الدولة تمام اللي فيها اللي فيها الجامعة بتاعتك اللي انت درست فيها او لسه حاليا بتدرس فيها. يعني مثلا هتلاقي ايجيبت مثلا موجودة، هتلاقي مثلا ايجيبت فين فين اهي، تختار مثلا ايجيبت. وهنا بقى بتحط الترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات اللي احنا كنا قلنا عليه، كشف تفصيلي بكل المواد اللي انت درستها. بعد لما تخلص الجزء ده بتعمل سيف، وبعدين بتخش على الجزء اللي بعده تمام اللي هو ريسيرش انترست، تضغط ليف. بالنسبه للريسيرش انترست هنا الجزء ده خاص بالسي في بتاعك وخاص بالبربوس او الستيتمنت اوف بربوس. يعني ايه الكلام ده؟ هنا حضرتك انت المفروض عندك سي في اللي هي السيره الذاتيه، هنا مش طالبينها في صوره ملف ترفق مثلا ملف بي دي اف للسي في بتاعك، هنا طالبين انك تاخد، بيقول لك خد كل البيانات اللي عندك في السي في بتاعك من خبرتك والخلفيه التعليميه بتاعتك والكورسات اللي معاك وكل شيء معاك، واعمل هنا نسخه منه هنا، يعني خد الكلام وحطه لهم هنا تمام. وهنا الستيتمنت اوف بيربوس معناها انك تكتب ليه عايز تنضم للبرنامج ده، ليه حابب تشارك في التخصص اللي انت اخترته تحديدا، يعني تتكلم عن هدفك من الانضمام للفرصه دي وهدفك من اختيار التخصص ده تحديدا تمام. طيب خلصت الجزء ده، تضغط على كلمه سيف تحت وتخش للسكشن اللي بعده اللي هو الريفرنس ليست. في الجزء ده حضرتك بتختار البرنامج اللي انت عايز تنضم ليه، طبعا كنا قلنا فيه 12 برنامج، تختار منهم التخصص اللي انت عايز تنضم ليه. مثلا انا اخترت بايو انفورماتكس مثلا، هيظهر لي هنا قائمه الاشخاص، هنا دي النيم اوف بي اي، هنا معناها قائمه الاشخاص اللي هيدرسوا لك التخصص ده. وبيقول لك هنا في الجزء ده حضرتك تقدر تختار المينيتورز اللي انت تختاره او الناس اللي تدرس لك يعني او التخصصات، تقدر تختار ما بين 2 ل 3 تمام. يعني هنا انا مختار 2 شخصين اهو، اسمهم كده تشارلز والاسم الثاني تمام. فمثلا اخترت شخصين، ولو عايز تختار واحد تالت تختاره، لان بعد كده بيتم تصفيه دول وبيختاروا لك واحد اللي هو يكون زي سوبرفايزر معاك اللي هو يدرس لك التخصص ده ويكون معاك في المجال ده تمام. فانت بتختار شخص من دول يكون معاك. طيب خلصت الجزء ده، تضغط على كلمه سيف وتخش على الجزء اللي بعده اللي هو بقى بيكلمك هنا عن المده اللي انت عايز تبدا منها التدريب. يعني صراحه برنامج ممتاز جدا، بيخيرك بيقول لك عايز تبدا من 1 مايو لحد 30 يونيو شهرين، ولا من 1 يونيو لحد 31 يوليو شهرين، ولا من 1 يوليو لحد 31 اغسطس شهرين. يعني بتختار المده اللي انت عايزها، وهنا في 3 شهور برده موجوده، 3 شهور تقدر تختارها لو انت عايز تختار المده اللي تريحك. طيب خلصت الجزء ده، تضغط على كلمه سيف وتخش على الجزء اللي بعده اللي هو الاكوموديشن. بالنسبه للاكوموديشن هنا بيقول لك هل انت عايز تسكن في سكن تبع الجامعه تنظمه لك او المؤسسه تنظمه لك، ولا عايز تسكن لوحدك بره انت ترتب امور السكن مع نفسك. فلو حضرتك عايز تسكن تبع المؤسسه اللي هي اكاديميا سينيكا، هتضغط على كلمه يس، وبيقول لك لما تضغط على كلمه يس لو تم قبولك في المنحه هيتم التواصل معاك، وفي ابلكيشن تاني بسيط انت محتاج تملاه وتبعته على الايميل ده اللي هو الايميل الخاص ب اللي هو الهاوسنج بتاع المؤسسه تمام. ولكن لو انت هترتب امور السكن بنفسك يبقى تضغط على كلمه نو، مش هتعمل اي حاجه. لو ضغطت يس يبقى بعد لما يتم قبولك في المنحه في ترتيبات تانيه بالنسبه للسكن انت هتعملها. طيب خلصت الجزء ده، تضغط على كلمه سيف. سبورتنج دوكيومنت، بالنسبه للجزء ده هو للشهادات الداعمه. يعني لو حضرتك مثلا هنا بص هتلاقي بيقول لك اواردز، بيقول لك كونفرنس، سيمينار، سيرتيفيكيت. يعني بالنسبه حضرت مؤتمرات، حضرت سيمينارات، خدت جوائز، ليك عضويه في مؤسسه معينه. فلو عندك حاجه من الحاجات دي طبعا بتعمل سيلكت للفايل اللي بيدعمها. يعني لو خدت شهاده مثلا معينه فتعمل سيلكت وتختار الشهاده دي وتحطها هنا كاثبات اللي انت معاك شهادات تمام. يعني بتحط مستندات بتزود من فرصه قبولك. بالنسبه للغه الانجليزيه هنا مطلوب في السكشن ده انك تثبت قدرتك في اللغه الانجليزيه. بيقول لك هل معاك اي امتحان من الامتحانات دي، تويفل، ايلتس، تويك، او اي امتحان. يعني الناس دي مسهله لك ان يكون معاك، ممكن لو انت ما عندكش شهاده تويفل ايلتس تويك ممكن تحط اي شهاده اخرى. بالاضافه كمان ان لو حضرتك مش معاك اي شهاده اخرى ممكن تسيب السكشن ده عادي وما تملاهوش، يعني مش مطلوب اجباري السكشن ده. لو معاك طبعا بتكتب الامتحان اللي معاك، بتكتب خدت الامتحان ده امتى، بتكتب قدرتك في السبيكنج، رايتنج، ريدنج، ليسننج، بتكتب السكور بتاعه الاختبار اللي انت خدته، بتحط الشهاده الداعمه ليه. لو مش معاك اي شهاده بتسيب الجزء ده فاضي. بعد لما تخلص الجزء ده تضغط على كلمه سيف وتخش على الجزء اللي بعده ريفير انفورميشن اللي هي الخاصه بالتوصيه. وهنا بيقول لحضرتك انت محتاج توصيتين على الاقل من شخصين مختلفين، ممكن يكون شخص اكاديمي وشخص صاحب عمل او الاثنين اشخاص اكاديميين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك هتتواصل مثلا مع استاذ جامعي عندك وتاخد منه اسمه
تاخد اسم العائله بتاعه، تاخد الايميل بتاعه، تكتب الجنسيه بتاعته هنا، رقم التليفون، تكتب المؤسسه اللي هو شغال فيها والشركه اللي هو شغال فيها، وتكتب ايه علاقته بيك، تمام، استاذ عندك او صاحب عمل. وبعد لما بتخلص البيانات دي بتضغط على كلمه اد، تمام. ولما بتضغط على كلمه اد وبيتم ملء الابلكيشن ده كله بنجاح، في رساله بتوصل للشخص ده على الايميل بتاعه اللي انت كتبته هنا، بتحتوي على بعض الاسئله هو لازم يجاوب عليها، تمام كده. طيب انت حضرتك مطلوب منك اتنين، عشان تضيف الاتنين بتكتب بيانات الاول وتعمل اد، وبعد كده بيظهر لك الخانه الثانيه نفس الشكل ده بتكتب فيها بيانات الشخص التاني. هنا هتلاقي في حاجه اسمها ليست اوف ريفرز، اللي هي الخاصة هنا، الجزء ده الخاص بالناس اللي انت كتبتهم في التوصية. طبعا انا ما بيظهر ليش اي حاجة لان انا ما كتبتش اشخاص اكاديميين او اصحاب عمل عشان يعملوا توصية ليا، المفروض انت بتكتبهم هنا وبيظهر الاثنين او الثلاثة او الاربعة والعدد اللي انت كتبته بيظهر لك في القائمة هنا، تمام، في حالة اذا تم الكتابة. بعد كده اخر جزء حاجه اسمها السيرفي، زي استبيان كده المنحه بتعمله، معظم المنح بتعمله بيقول لك انت سمعت عن المنحه دي ازاي او الفرصه دي ازاي، سمعت من قناه على اليوتيوب، سمعت من صديق، من السوشيال ميديا، سمعت من ايه بالظبط، بتختار يعني سمعت المصدر اللي انت سمعت منه عن المنحه دي. بعد لما بتخلص كل السكشنز دي بتروح لاخر حاجه اللي هو التاكيد، بتعمل كونفيرميشن. طيب هنا بيقول لي انت مش هتقدر تعمل كونفيرميشن بسبب ان في معلومات اجباريه لازم تضاف، اللي هي زي السي في بتاعك لازم تحطه، زي الخطابات التوصيه، الناس اللي هتعمل لك التوصيه ما كتبتهمش، ما اخترتش التخصص بتاعك، طبعا انا ما عملتش الحاجات دي. لما انت حضرتك تملى البيانات دي كلها بالكامل هيظهر لك في الاخر هنا حاجه اسمها سبميت وكونفيرم لكل البيانات اللي انت كتبتها، وبكده يبقى انت قدمت المنحه بنجاح. طبعا منحه بسيطه ما فيهاش متطلبات كتير، اللغه الانجليزيه مش مطلوبه فيها، يعني بصراحه ممتازه. كمان زي ما قلت التمويل بتاعها خرافي، $1,000 هتاخدهم كل شهر، متاح ليك تقعد ما بين شهرين الى 3 شهور حسب ما انت عايز. $500 تكلفه تذاكر الطيران هيتكفلوا لك بيها، مساعده في السكن، تدريبات على اعلى مستوى، تعليم عالي ممتاز، كمان زياره مدن تايوان، يعني فرصه هائله وفرصه ممتازه. اتمنى لو انتم مهتمين بيها تبداوا في تحضير اوراقكم وتحضير البيانات بتاعتكم للتقديم ليها، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق والقبول فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.